سلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا، بغيت نشكركم كاملين على لي ميساج الزوينين اللي خليتو ليا في اخر فيديو. لهلا يخطيكم عليا، شكرا لكل وحده باركات ليا، والله يسهل على كل وحده. كنتمنى حتى هي ان شاء الله تاخذ لا فيسيل ديالها ولا لا ماشين، اي ماشين خاصها. الله يسهل على كل وحده بكل ما كتمنى ان شاء الله. حتى حاجه ما كتجي يعني بدقه وحده، كل حاجه كتجي هكذا درجات. مهم، كل حاجه كيف ما قلت لكم كتجي دقه دقه. مهم، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري من الصباح حتى العشيه عاوتاني. كبيدات ما تنساوش القليبات، مشيت هذا الحال ديما بغيت اكبر عدد ممكن من القلوبه. هذا الفيديو هذا غادي يعجبكم بزاف بزاف، شاركت معكم بزاف ديال الحويجات فيه اللي اكيد غادي تستافدوا منهم. السيده اللي كدير داك الشيء ديال البيم، غادي نشارك معكم جليلبات ديال البرد، كيفاش تقدروا تقداو من السوق اللي بزاف ديال الناس كيخبيو علينا في الفيسبوك. المهم واحد الحاجه اللي واعره واعره بزاف، وغادي نشارك معكم بعض لي زور ان شاء الله. المهم خليكم معايا، هذا الفيديو ان شاء الله كيف ما قلت لكم غادي يكون ممتع وغادي يكون فيه استفاده ان شاء الله. غادي ندوز اول حاجه هو اللي نشارك معكم شنو خديت من بيم انا وصاحبتي، ونكمل معكم ان شاء الله الفيديو. اول حاجه شنو توصلت به من عند مريم ام نور اللي كدير كل ما يتعلق ببيم. راه كتجيب دي زارتيكل واعرين ديال بيم كما قلت لكم، كدير اثمنه جد مناسبه. عندها واحد الجروب ديال الواتساب ودائما كنشاركوا معكم. بالنسبه للناس اللي جداد ما زعما ما عرفوش هذه السيده هذه، غادي نعاود نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف الرقم ديالها ديال التليفون. قول ليها دخلكم الجروب، راه كدير داك الشيء واعر واعر بزاف. اغلبيه ديال المتتبعين ديالها راه داخلين الجروب معنا، ويوميا كتحط دي بروموسيون زوينين وكتحط الجديد. المهم غادي نوريكم غير شويه من ديال اليوم، غادي نوريكم شنو زعما بحال اش كتجيب. راه كتجيب اواني منزليه، كتجيب ديكورات، المهم كتجيب كلشي كلشي كلشي. شوفوا لي هاد الباطه هادي كيفاش كتجي، وفيها هنايا مقسمين هكذا اربعه ديال الاجزاء، وراها تتحل من داخل. شوفوا كتجي هكذا مقسمه وراها طويله البنات. شوفوا كما كتشوفوا راه طويله وفيها اربعه ديال لي بارتي كتسد هنا. بغيتو تحلوا هاد البلاصه تكبوا غير من هنايا، بغيتي تحلو الجهة الأخرى حتى هي راه ممكن. خديت عندها كذلك كتبوا راه الغيزة الخيام. المهم خديت عندها كذلك هادي ديال البيكنيك، كيجو فيها ستة ديال البصل، ستة ديال المعالق، ستة ديال الفوشيطات، ستة ديال المواس، وستة ديال الكيسان. هادي صراحة فنة وعملية، وباش عجبتني كتر أنها كتسد بحال هكدا وكتجي معاك فين ما بغيتي. المهم بالنسبه للاثمنه الاحسن تدخلوا عندها الجروب باش تشوفوا الاثمنه ديال كلشي، حيت صراحه ما بقيتش عاقله على الاثمنه بالضبط. هذه خدتها صاحبتي بحال ديالي، راه كنشاركتها معكم. شوفوا لي هذه كيفاش كتحل. كتحل هكذا ياك، كتدخلوا تجيو فيها مكسرات سريعه القليه مثلا، كنتو كتفرجوا كتحلي هاد العيبه هكذا، وكتحطي فيها التليفون ديالك هنايا راه مفيكسي هنايا، وكتبقاي تاكلي من هنايا وكتبقاي تفرجي. المهم هانتو معايا الصوره ديالها، شفتوا فين كيدار التليفون؟ صراحه زوينه هادي وعمليه، راه عندي بحالها نفس اللون. والحاجه اللي عجبتني كثار كثر غادي نوريها لكم دابا، صراحه رائعه. واحد الصندوق اللي خطير ما شاء الله غزال الخيام. انا نوري لكم كيفاش كيجي. هذا راه كنشارك معكم، كانت خدات اختي بحالو، ودابا انا يلاه كتب باش ناخذو. شوفوا كيفاش داير، ها انتم راه ثقيل، شفتوا كيفاش داير وكيتحل هنايا راه فيه الجر بحال هكا. هذا البنات تقدروا ديروا فيه لي تيزان ديالكم، تقدروا ديروا فيه لي كابسول ديال القهوه. انا غادي نحط فوق منه الاير فراير، غادي نشوف كيفاش غادي تجي، وان شاء الله راه غادي نشاركها معكم باش نتوما تعطوني الاراء ديالكم. انا قلت غادي ندير ليه هنايا شي رجيلات باش هكذا يحمي ليا شويه من الماء، حيت انا البلاصه فاش دايره الاير فراير قريبه شويه للبلاصه اللي تنغسل فيها الماء، دونك خفت زعما تخسر ليا، خفت لي خسر ليا هذا الصندوق. عرفتي ثقيل ما شاء الله، والكاليتي ديالو واعره. هانتوما هادو راه ديما كتجيبهم وتبارك الله، هادو كيتمشاو دغيا دغيا. المهم كيف ما قلت لكم راه السلعه كامله ديال بيم. كتجيب كذلك اسبيروكس، هانتوما الغنيه عن التعريف. هذا صراحه رائع، هذا خداتو صاحبتي
كاينين حتى هاد عرفتوهم هادو اللي كديروا فيهم الحوايج مثلا ديال الصيف كتجمعوهم فيهم، ممكن ديروا فيهم الكواش، ممكن ديروا فيهم الحوايج، المهم هادو الغلاط ديال البرد، المهم اي حاجه بغيتو راكم كتخليوها زعما راه كديروها هنايا. شوفوا قداش كيجيو، كيجيو كبارين وراه كيتحلو هنايا راه عادي. هاد ديجا شاركتو معكم شحال من مره البنات، والكاليتي ديالهم واعره عشان النوعيه ديال البلاستيك ديالهم صحيحه صحيحه، شي حاجه اللي واعره. بالنسبه لهادو راه كتجيبهم في المقاسات، نتوما كتختاروا المقاس اللي بغيتو البنات. كاين كذلك هادي اللي كتفور لكم الخضره اولا الحامه ولا اي حاجه بغيتو، يعني تفور. هي عن عباره عن اله ديال البخار، كتبخر لكم اي حاجه بغيتو، خضيره تقدروا طيبوا فيها حتى البيض المسلوق راه حتى هي كطيبو. كنجربت بحال هاد الماشين بحال ديالي، هادي راه خدتها صاحبتي، وبزاف ديال الحوايج تقدروا طيبوهم فيها، وصراحه عمليه جدا جدا جدا. بالنسبه للمعلومات كيف ما قلت لكم ديال ام نور غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، باش توصلوا معها وقولها تدخلكم للجروب باش دائما تبقوا تشوفوا الجديد اللي كتحط لكم، وصراحه كدير اثمنه اللي جد مناسبه. اختت صاحبتي حتى هادو هاد لي فاز هادو ديال الزاج مسدود ديال ما غاديش نحلهم، حتى هما زوينين هاد راه كنت ديجا شاركتهم معكم، كنخدي حتى انا بحالو صغيور ديال الزاج وكيجفني ونين نشوف. لا هادو واقيلا قريعات، هادو واقيلا قريعات كيتسدو ولا ماعرفتش شي حاجه بحال هكدا، المهم كيبان ليا انا بحال شي فاز. وبغيت نشارك معاكم هذا، شوفوا ما شاء الله هذا راه صحيح، هذا راه شي حاجه اللي كاليتي واعره. فيه هنايا هادو راه ما تيزلقوش ما كيجلسيش، وحتى في هنايا في هاد البطونات هكذا بومبي باش ما كتزلقيش. فنيون هذا صراحه واعره، شوفوا كيفاش داير ولا صحيح. شوفوا هذا تقدروا تطلعوا عليه مثلا فوق من هكذا الا بغيتو الا بغيتو تعلقوا شي حاجه في البلاكار ولا المهم شحال من حاجه. هذا راه كيهز 100 كيلو، كيهز 100 كيلو انتما، وراه ما تيزلقش في الماء، راه كاتب لكم هنا كلشي المعلومات ديالو صراحه زوين. ودابا حبيباتي غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش انكم تقدروا تشريو يعني من فيسبوك وهذاك الابليكاسيون اللي قلت لكم، هي ماشي ابليكاسيون غير واحد البلاصه في الفيسبوك، واحد السوق اللي بزاف ديال الناس مخبينها علينا، اغلبيه الناس كيتقداو من زعما من هذاك البلاصه. غادي نوريكم دابا كلشي بالتفصيل الممل، واحد السوق اللي ما شاء الله فيه اي حاجه اي حاجه تشهيتوها غادي تلقاوها تما، ملابس اولي منزليه، واحد الجوطيه اللي كلاس سوفيستيكي. المهم ان شاء الله راه غادي نوريكم كلشي، خليكم معايا في هذه اللقطه هذه من وراء هذا الفيديو هذا، غادي نوريكم الطريقه كيفاش انكم تقدروا تقلبوا على اي حاجه بغيتوا، وكذلك بالثمن اللي نتوما بغيتوا، والكاليتي ديالها كتكون مزيانه، يعني الحاجه اللي نقيه كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على لا ماشين ديال لا فيسيل ديالي، انا خديتها قديمه، لا انا لا اختي فاطمه زهراء صداع، قلت لكم انا خديتها قديمه، انا خديتها عند واحد القوريه، واختي حتى هي كانت خداتها عند واحد القوريه وسقات ليها زوينه، راه شفتوها باقا نقيه تقريبا شي 6 شهور اللي دوزت عند هاد السيده اللي زعما مولاتها، وباقا نقيه والحمد لله يسر ليا فيها الله. وخديتها بثمن ديال 25000 ريال، وخلصت 50 درهم ديال التوصيل من الحي محمدي لهنايا. المهم هي السيده كانت في الحي محمدي، صافي جبت المعلم شافها قال لي راه مزيانه تيسري زعما فيها، وصافي هادشي اللي كاين. المهم خليكم دابا باش تشوفوا فين خديتها وكيفاش خديتها، وكيفاش حتى نتوما تاخذوا اي حاجه بغيتو، لا ماشينه لافي الحوايج، المهم اي حاجه طاحت لكم على البال غادي تلقاوها في هاد البلاصه هادي اللي غادي نوريكم دابا، اللي بزاف الناس ما بغاوناش نعرفوها. هنا البنات حاولوا تقلبوا التليفون ديالكم باش يبان لكم مزيان، هنا كيف ما كتشوفوا هذه هي الصفحه ديال الفيسبوك ديالي اولا ديالكم، يعني فاش كتدخلوا الفيسبوك كتلقاو هاد ماركت بلاس، هي بليس ولا بلاس كي كتقرا، تدخلوا ليها راه كتكون لتحت كيف ما كتشوفوا في التصويره التحتانيه، على تجيكم اليمن هي الاولى، كتضغطوا عليها وكتلقاو ما شاء الله بزاف ديال الحوايج اللي كيتباعوا هنا، كاين الحوايج جداد كاينين القدام، المهم بزاف ديال الحوايجات كيف ما كتشوفوا. ها انتم شوفوا هذه ديال 7 كيلو،
كاينين هادو القطارات ديال الاواني، كاينين اواني منزليه، كاينين لي ماشين بجميع الاشكال ديالهم، في الاشكال وفي الانواع. نتوما تختاروا داكشي اللي نتوما محتاجين ليه. مثلا الطريقه ديال الشراء، شفتوا دابا هاد العيبه هادو، هاد الاضاءات. المهم كتقلبوا تصاور، كتشوفوا كلشي، وفهاديك اونفاي كتكتبوا تما شنو بغيتوا، يا اما بغيتوا تعرفوا الثمن، يا اما شوفوا. انا تقريبا مثلا دابا غنكتب ليه ممكن نعرف الثمن، هانتوما ممكن نعرف الثمن، كتبوا غير بالدارجه ولا بالفرنسي ولا اللي حبيتوا كتكتبوا به، الناس كيجاوبوا في كلشي. صافي وكتصيفطوا، راه كي غير كيقراو الميساج وكيجاوبوكم. شوفوا هانتوما الثلاجه ما شاء الله باقا جديده، ها شوفوا كيفاش دايره، نقيه نقيه ب 1100 درهم. شفتوا؟ شوفوا راه باقا كتشقشق. كاينين هنا الفريغوات، هانتوما بحال الفريغو ديال اللي كنحتاجو هكذا في العيد الكبير، ولا هكذا في الناس اللي تيبغيو هكذا يديرو تخزين ديال السلعه. بالنسبه لاي حاجه مثلا بغيتو تقلبوا عليها، بحال دابا انا نقلب على الماكينه ديال الاواني، ديال الاواني كتكتبوا هنا لا فيسيل، وكتبوا لا مارك اللي بغيتو، مثلا بيتو ويربول، بيتو سامسونج، بيتو اي حاجه، سينو كتكتبوا اللي بغيتو. هانتوما انا غير ميتر كندير لكم باش هكذا تاخذوا فكره. شوفوا كيخرجوا لكم كاع الماكينات اللي كاينين، شفتوا كاع الاشكال والانواع ديال الماكينات اللي كاينين بالثمن ديالهم، 1700 800 درهم، 1600 1000 درهم، كما شفتوا. وانتم كتختاروا على حسب الجوده وعلى حسب الماركه اللي مصوره لكم، وكتوصلوا مع السيد، كديروا معاه، كتمشيو تشوفوها وصافي، يسر فيها الله راكم كتاخذوها. فهمتوني البنات؟ هانتوما شوفوا بحال هكذا، راه كتكون كلشي يعني كاين قدامكم، كتجبدوا التصويره كتشوفوا الحاجه واش مزيانه ولا ما مزياناش. وهما راه في لي كومونتير تيكتبوا لكم، تيقول لكم شنو خاصها، واش عمرها تحلات ولا هذا، وكيعطوكم جميع المعلومات. صافي كتفصلوا، كتواصلوا مع السيد، وزعما كتمشيو تشوفوها. شفتوا هذا غير مثال ديال لي ماشين ديال لافيسيل. شوفوا بحال دابا هادي راه مصديه، راه تيصوروها لكم وتيوريكم الحوايج اللي خايبين فيها، راه كي زعما راه كيكونوا باينين. والحاجه راكم ما كتشريوها حتى كتشوفوها بعينيكم وكتجربوها عندهم واش خدامه ولا ما خداماش. شوفوا لي هادي دابا راه ب 3300 درهم، باقا جديده هادي، باقا بالبلاستيكه ديالها. شفتوا البنات؟ انتوما كيف ما قلت لكم، كل واحد كيشوف على حسب الثمن ديالو، على حسب الجيب ديالو، على حسب يعني المقاسات اللي غادي يبغي في الكوزينه ديالو. دائما اي حاجه بغيتو حاولوا تسولوا عليها مزيان، تقلبوا فيها مزيان باش نتوما ما كتقولبوش. هانتوما شتو لي ماشين، هذا غير مثال ديال لي ماشين. وكيف ما قلت لكم الحوايج الاخرين اللي بغيتوهم راكم كتقلبوا عليهم وكتلقاوهم. شوفوا هنا غادي نقلب على الفران اونكاستري، هانتوما كديروا فوغ اونكاستري، كتبوها بالعربي ولا بالفرنسي، وكيخرجوا لكم هنا الاشكال. شوفوا هذا داير ب 550 درهم، هذا راه ويربول. كيكتبوا لك المعلومات كاملين. شوفوا لي هذا الثمن ديالو ما باينش. كاينين صراحه الناس اللي كيبغيو هكذا يتحولوا من ديورهم، ولا جاتهم شي خدمه في شي مدينه اخرى، ولا بغاو يبدلوا، ولا جاتهم شي حاجه كادو تيبغوا يبدلوها، يعني راه تبارك الله كيكون هميزات فيه. بالنسبه للصالون المغربي حتى هما كتلقاوهم متوفرين. شوفوا ليا كاينين الناس اللي بصح خدامين في هذا الدومين هذا، و تيخيطوا و تيصوروا لكم هكذا وكيبيعوا، يعني تيكون الحاجه جديده. وكاينين اللي كيكونوا هكذا مستعملين، كاينين شوفوا لي الاثمنه بحال دابا هذا 3500 درهم، كله مع الزربيه ديالو، هذا ب 1600 درهم، الكنابي وهذوك المخدات ديالو. شفتوا الصراحه راه الاثمنه كيختلفوا، بحال دابا هذا ب 1000، ب 15000 درهم، كله ب يعني بالفراش والزربيه وكلشي، كله هذا. شفتوا كما هذا راه الصالون كله مجهز، يعني كيف ما قلت لكم اي حاجه بغيتوها قلبوا عليها بالاسم ديالها وكتطلع لكم، وانتم خيروا في الاثمنه وخيروا كذلك في الجوده ديال كل ارتيكل بان لكم. وهنا حبيباتي غادي نديكم معايا العنايه الغنيه عن تعريف المحل الثاني ديال جلابتي، هذا هو اللي كاين في سلام.
الاخ ديال فاطمه الزهراء ما شاء الله التعامل ديالهم راقي ودائما تيجوج لي البنات زوينين. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم جوج البنات اللي تيكونوا هكذا سخيخين شي شويه. حنا داخلين على فصل الشتاء وكذلك البرد والناس يبغيو شي حاجه اللي هكذا سخيخنه وبثمن اللي مناسب. شوفوا لي هاد الجلبات اللي يلاه دخلوهم ما شاء الله كيحمقوا شكلات فنيين فيهم هكذا البرشمان وكفيهم ديك الطريزه كيبانوا بحال الخياطات ديال اليد وراهم فينين. انا صورت لكم غير شويه البنات من شنو كاين ولكن ما شاء الله هنا راه اليوم لقيتهم يلا كيجيبوا في الجديد ويلا تيحطوا في الجديد. داكشي علاش قلت نصور لكم تاخذوا فكره على الجلبات اللي كاينين وكذلك حتى على الاثمنه اللي متوفره عندهم. غادي تسولوني على هاد الموديلات هادو بشحال. الثمن ديالهم 250 درهم البنات، كاينين ديال 300 درهم حتى هما على حسب المقاسات. المهم شوفوا راه هادو اللي وريتكم دابا راه فيهم حتى الدوبل اكس ال، الناس اللي تيبغيو هكذا لي طيل الكبار راهم متوفرين عنده. هنا بغيت نشارك معكم الجلبات اللي تيكونوا خفافين ديال التوب، راه كاينين عنده حتى هما وكاينين عنده هاد الكيمونو في الاشكال وفي الانواع وفي الالوان. الناس اللي تيبغيو هكذا هكذا شي حاجه طويله تكون مستوره كاينين هادو، راه زوينين البنات وعمليين، تقدروا تلبسوا اي حاجه بغيتوا لتحت وكتلوحوا عليكم هذا من الفوق كيجيو زوينين في اللبسه وفيهم تبارك الله المقاسات متوافرين حتى المقاسات الكبار راهم كاينين. وما بين الجديد في بوتيك عناية انهم زادوا هكذا واحد الغيون ديال الفولارات، جابوا تبارك الله واحد الشوا كبير في الفولارات. الناس اللي تيبغيو هكذا جلبات ينسقوا معاهم الفولار ديالهم، عندهم ديال الموسلين عندهم الاخرين العاديين، المهم على حسب نتوما كل واحد والثمن اللي تيعجبو. شوفوا لي ما شاء الله اللوينات كلشي متوفرين على مزيناتهم. وهنا غادي نشارك معكم هاد لابرونسون اللي كاينه في الكسيوات كاملين كيف ما كتشوفوا حتى هما تبارك الله كثارين. اللي بغى كسيوات الثمن ديالهم 150 درهم وكاينين ديال 200 درهم حتى هما. بالنسبه للمقاسات راه كلهم متوفرين حتى الدوبل اكس ال و 3 اكس ال راه متوفرين، غير المهم راكم عارفين الحاجه الا كانت مليكيديا راني ما كتكونش فيها زعما بزاف ديال المقاسات، يعني هادشي اللي بقى عندهم هو اللي داير لي هما هو اللي داير لي السولد هادشي اللي كاين. المهم غنحاول انا نتصور لكم ها غير هادو اللي بقاو كيف ما قلت لكم حبيباتي. غادي نخليكم الى نهايه الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لي لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم، وما تنساوش لي القليبات المشيشات بحال ديما يا احلى عائله ولهلا يخطكم عليا.